لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية الدكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، بداية مرحبا بك. يعني حملة إغاثية جديدة تقدمها منظمتكم بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في أربيل للعائلات النازحة من مناطق جرف الصخر. هل أطلعتنا على تفاصيل هذه الحملة الإغاثية؟ حياكم الله السيد الكريم. هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي ارتأت أن تقدمها منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. هذه المبادرة جاءت تقديرا من منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وكذلك هيئة علماء المسلمين، تقديرا للظروف التي يمر بها آلاف العوائل من العائلات النازحة الكريمة من مناطق جرف الصخر. هؤلاء يعانون منذ أكثر من 7 سنوات من التجاهل الدولي لكل ظروفهم، لم تقدم لهم أي مساعدات، لم تقدم لهم أي إعانات، مع العلم أنهم يستنزفون في حياتهم بكل شيء. كثير من أبنائهم عزفوا عن الدراسة لأنهم لا يملكون القوت اليومي، لا يملكون ما يلبون به حاجات أبنائهم الطلبة، ولذلك جاءت هذه الحملات سلسلة من الحملات تقدمها منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين لإغاثة أهلنا النازحين من جرف الصخر، ولذلك قدمت قبل أسابيع حملات متواصلة في محافظات العراق، في بغداد، في حزام بغداد، وكذلك في الفلوجة، وكذلك في كركوك وفي ديالى، وكل مكان ممكن أن تصل إليه هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى وصلت إلى العائلات الكريمة للنازحة من جرف الصخر. الحملة الماضية شملت 250 عائلة في مناطق أربيل، وهذه الحملة شملت كذلك من تبقى، جزء منهم كذلك 170 عائلة استلمت المنح المالية من في هذه الحالة. طيب دكتور، يعني كيف تواجهون الصعوبات والعراقيل في ظل تفشي فيروس كورونا؟ حقيقة يعني ظرف هذا الوباء ألقى بظلاله الثقيل على الجهود الإنسانية والجهود الإغاثية. كثير من المنظمات عزفت عن تقديم الجهود الإنسانية والإغاثية لكثير من المخيمات، لأنهم يتخوفون يعني من انتقال العدوى، من انتقال الوباء، من انتشاره. لكن يعني حقيقة من يرى مآسي النازحين ونكباتهم وظروفهم المأساوية في مخيمات النزوح، حقيقة يألو على نفسه ويسعى في تقديم الجهود الإغاثية التي تعين النازحين وتلبي بعض احتياجاتهم من الملبس، من المأكل، من الأدوية، من المستلزمات الطبية، لأن هذه المبالغ المالية تعينهم على يعني جلب بعض الاحتياجات اليومية في المخيمات، من الأدوية، من الأغذية، من بعض الاحتياجات والمستلزمات من الملابس، وكذلك بعض الاحتياجات لهم ولأسرهم ولأطفالهم. الظرف الوباء حقيقة يعني كثير من المنظمات تخشى منه، ولكن كوادر هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى تقدم هذه الجهود وتتحمل صعوبة المشاق وانتقال الطرق وكذلك الحواجز التي يعني ربما يعني تخاف على الكوادر في المخيمات من انتقال وانتشار هذا الوباء. دكتور، في أقل من دقيقة، كيف تسهم هذه الحملات للمنظمات الإنسانية والأممية ومنظمتكم وجهودكم في معالجة أزمة النازحين؟ الحقيقة يعني أزمات النازحين يعني متراكبة أو مركبة، يعني هنالك احتياج الغذاء، احتياج الدواء، احتياج المستلزمات الأخرى. نحن نسأل إدارات المخيمات ما هو الأفضل، يعني ما الذي تترتؤونه في تقديم الحملة الإغاثية؟ إن كانوا يحتاجون المواد الغذائية نقدم المواد الغذائية، وإن كانوا يحتاجون المبالغ المالية وهي عادة يعني تيسر عليهم الكثير من المتطلبات ولذلك تلبي احتياجاتهم وتعينهم على يعني تلبية بعض الاحتياجات والمتطلبات اليومية. نعم. بعض المراكز الطبية والصحية
ربما لا يتوفر فيها الدواء، فيرسلون من يشتري لهم الدواء ويرسلون من يشتري لهم الملابس وبعض الاحتياجات من السوق لتلبية احتياجاتهم خلال وجودهم في مخيمات النزوح. من محافظة أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة يوم القرى للإغاثة الإنسانية دكتور ناصر الفهداوي، نشكرك شكرا جزيلا.